السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقاتل المغربي نبيل حريولي سيسجل حضوره الأول بمنظمة هيكساجون للفنون القتالية المختلطة، حيث سيواجه المقاتل البلجيكي ذو الأصول الشيشانية شامل ويايسوف بالوزن الخفيف، وذلك يوم 28 أكتوبر المقبل، أي بعد غد السبت المقبل، بمدينة الكمار الهولندية بالأمسية المشتركة مع منظمة إنفيوجن. فنبيل حريولي الذي يبلغ من العمر 24 سنة، الذي يتوفر على سجل احترافي، يبلغ 30 انتصارا منهم 22 نزالا ربحهم بالضربة القاضية وهزيمة واحدة فقط في رياضة الكيك بوكسين، وذلك قبل احترافه لرياضة الفنون القتالية المختلطة في نهاية سنة 2021، حيث سجل لحد الآن 3 انتصارات في 3 نزالات جميعها فاز بهما بالضربة القاضية. وأما عن خصمه البلجيكي ذو الأصول الشيشانية والذي يبلغ من عمر 27 سنة، فهو يتوفر على سجل احترافي نوعا ما دون المستوى، حيث خاض 8 نزائل فوزين فقط و6 هزائم، بالرغم من أنه ينتمي إلى فئة المصارعين الشيشانيين، إلا أنه لم يحقق ما حققه أبناء بلده في المصارعة. ولهذا فنرى نبيل حريولي أمامه فرصة جيدة لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في رياضة الفنون القتالية المختلطة. فكونوا في موعد، وإن شاء الله سوف نوفر لكم الروابط الميزانية لهذا النزال.